مثل ما شفتوا انتوا على حاتم سليمان والدواعش نشروا فصل جبار عجاج، واغلبيه الناس تراسل انه شنو فصلوك من عشيرتك او شيء. جبار حجاج مو جنو عندهم ولا فلاح عندهم ولا راعي عندهم، جبار حجاج رئيس فقد مثل ما هم قسم منهم رؤساء افخاذ وقسم منهم نعم شيوخ، ولكن ما نعترف فيهم لانه اووا الارهابي علي حاتم سليمان. ما زول اووا علي حاتم سليمان، انا ما اعترف فيهم ولا اعترف بتوقيعهم، واطالب الحكومه العراقيه تنفذ اوامر القبض اللي على علي حاتم سليمان، لانه هذا ولد هبطي فليرجع على فخامته الاربيل ويروح يتخم هناك ياهو. واني بالنسبه لي موجود حاليا بالجزيره بالبعساف واتحداه وازين شاربه اذا يوم من الايام يجيب اسمي على لسانه الا باستقصاله، واتحداه يجي في يوم من الايام في قاطع مسؤوليه البعساف في الجزيره المصاحي الحديد، وراح يشوف الجيابه شو تجيب، وراح يشوف جبار حجاج شنو جبار حجاج. جبار حجاج هذول بس ولدي، يعني ولدي وولد اخوي، يعني ما يحتاج الم الفخذ كله، لان الفخذ اذا لميته عندي بال 150 مقاتل، واحنا نكتفي بالقانون وان شاء الله نضربه بالقانون، ولكن هو من يهدد ويحكي، ومع الاسف على الناس اللي كانت قاعده يمه في ربعته ويقولوا لهم الباب ياسع جمل خلي يطلع جملين من الباب، يعني تهزئه لهم ويقول لهم تطلعون من الباب. عمي هذا اللي يستهزئ على البعساف وده يلعب على البعساف، والله من بدايتكم لا امير ولا شيء ولا شيخ البعساف، والزمه بالقانون واكسر ظهره، وان شاء الله عن قريب جدا 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 الشيخ جبار حجاج رئيس فخذ المصالح الحديد.